مرحب بكم من جديد مشاهدينا الكرام الحوار يتصل حول اداره التنوع والاختلاف في السودان معي داخل الاستوديو الاستاذ الاعلامي محمد الحسيني ومعي ايضا الاستاذ عبد الناصر سلم باحث في اداره الازمات استاذ عبد الناصر يعني اذا تحدثنا عن مسائل متعلقه بالتعثر التحولات الديمقراطيه يعني محاولات للدخول في الديمقراطيه تجهض بانقلابات عسكريه متتاليه هل هذه س... يعني لها علاقة ب... 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 بمحاولات السيطرة لمراكز قوة مختلفة؟ وهل الديمقراطية يمكن أن تساعد في في حل الأزمات بمعنى أن تنخرط هذه المجتمعات في عالم يعني في دولة حديثة تمارس يعني حقوقها من خلال عملية ديمقراطية؟ عامة في وجود مجتمع ديمقراطي الحقوق تتساوى بين جميع مكونات المجتمع. ولا تنظر ولا ولا ينظر شخص للدولة على أنها معادية له أو أنها أو أنه لا يجد تمثيل فيها. دائما في ظل في ظل الديمقراطية تقل نسبة النعرات القبلية ويزيد الانتماء للمركز، يعني نحن اليوم الذي عانيناه في سنوات ماضية كلما له يزيد كل 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 ما له يزيد اكثر واكثر واكثر نسبه لقله فرصه التمثيل هذه المجموعات في في الدوله بصوره كامله. اذا ما اردنا ان نبحث عن حلول واضحه لقضايا يعني انا بعتقد انه المرايه بتاعت الديمقراطيه التي يتشارك فيها كل مكونات المجتمع السوداني والقوانين التي تضمن أنه أي شخص تصل له الخدمات وتصل له التنميه ويجد روحه موجود او من يمثله موجود في مؤسسات الدوله، هذا كفيل في انه يقلل بصوره كبيره جدا من الاحتقان الذي م. الذي نشهده، يعني بالمناسبه التحسن الذي طرا في دارفور في في الفتره الماضيه نعم. جاء نسبه لانه بدات بعض المؤسسات في ممارسه عملها في في دارفور المجالس السلطة الإقليمية وغيرها وغيرها استطاعت أن أن تحيط أو أن يجد الناس من جهة يعبرون عن آرائهم نعم. فيها تتعدى القبيلة وتتعدى الإقليم وتتعدى الانتماءات الضيقة بيطة. في في مجتمعاتهم نعم نعم أستاذ الحسيني هو طوال الحقب السياسيه السودانيه بعد 56 وحتى الان يعني كانت هنالك مشكله سياسيه يمكن تكون يعني تشكل معضله حتى الان يعني هي من الذي يحكم؟ يعني لو كانت استبدلت بمن يعني كيف نحكم؟ او كيف يكون الحكم؟ يعني تجاوزنا كثير من هذه المشكلات ولكن يعني ما ان ناتي بحاكم او بحكومه سرعان ما يعني تختلف معها بعض الجهات لا اعني سياسيا ولكن حتى ان كان على المستوى الفكري او على المستوى المناطق او على المستوى الايديولوجي مباشره م. نسعى الى تغيير هذه الحكومه كما اشرت انت بانقلابات عسكريه او بانتفاضات شعبيه او بغيرها من من الاشياء ولكن ان ركزنا في كيف نحكم اللي كنا الان في 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 في, في وضع افضل من الان ونتمنى ان ينتبه الاساس الان ولاحقا لايجاد طريقه لنظام حكم ثابت حتى يساهم لعل الاستقرار الحكومه او استقرار الجهه التي يعني تنفذ الخدمات وتعمل على نشرها في في كل بقاع السودان هي الجهه المعنيه باتخاذ القرار فكيف تصل الخدمات الى اقاصي الاقاصي أه وهنالك نظام سياسي هش في الـ في الـ في الوسط نعم. فهذه هي ايضا واحده من المشكلات ان لم يتداركها السياسي مستقبلا يظل السودان على ما هو عليه أه وتظل الخدمات محصوره في اطار ضيق في اطار المدن والمناطق القريبه دون غيرها من المناطق البعيده التي اشار اليها الدكتور نعم هناك نظريات حاول البعض من خلالها حل مشاكل التنوع والاختلاف في السودان وهي تدور في فلك الحديث حول الهويه. الهامش والمركز والجدليات المجتمعات المهمشه مقابل مجتمعات مركزيه تمتلك السلطه والمال والى اخره وفي مقابل مجتمعات ترزح تحت خط الفقر. نعم يعني هل هذا التقسيم يحيل إلى يعني ممكن أن يفضي إلى حلول يعني هذه الرؤية الاطار النظر النظري يمكن أن يفضي إلى إطار عملي على المستوى السياسي والاجتماعي والله ممكن 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 ان تصل الى حلول، قضيه التنميه هي من القضايا الاساسيه في 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 اي مجتمع، هذه الجدل الجدليه انا اعتقد انها جدليه سياسيه اكثر من انها تكون جدليه في ارض الواقع، لانه جميع اطراف السودان المناطق البعيده في السودان جميعها تعاني من نفس الازمه بالمناسبه، يعني عندما تحدث فاروق كدودا البروف فاروق كدودا انهم اذا ما كانوا يمتلكون غابات في شمال السودان لتمردوا، هي نفس المنظور الذي نظر له اهل الأقاصي الغرب أو الشرق أو أي مناطق أخرى بأن هناك أزمة هذه الأزمة مرتبطة ما بين المركز والإقليم جدلية المركز والإقليم هذه الجدلية لا تحل إلا إذا ما قويت المركز لتحصل في نهاية المطاف على على أقاليم تكون فيها نسبة التماسك أو التماسك الوطني والانتماء للمركز أقوى نعم 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 هل يعني السؤال يعني المهم يعني هل يمكن حمل الناس اصلا ابتداء هل يمكن حمل الناس على هويه واحده على مكون ثقافي واحد واجتماعي وسياسي واقتصادي و يعني فيما يخص النظريات الاقتصاديه يعني وديني وايدولوجي واحد. من الصعب جدا ان تجمع جميع الناس في بوتقه واحده، هذا الاختلاف هو سنه الله في في خلقه، ولكن من الممكن ان تقل من هذا او ان تقلل من هذه النعره بصوره كبيره جدا عندما يكون الانتماء لدوله وليس الانتماء مرتبط بقبيله او 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 مرتبط بهويه محدده او مرتبط بانتماء لجهه محدده النظره التي أو الاشكاليه التي عانينا منها طول الفتره الفائته ان هذه هذه المدارس السياسيه كانت لها وجهه راي مختلفه هذا الاختلاف ادى في نهايه المطاف الى ان يدفع الثمن هو المواطن الموجود على ارض الواقع من دمه من خدماته من كل شيء نعم هو على المستوى الهويه يمكن يعني اذا اتفقنا جميعنا باننا سودانيون دون الانتماء لاي عرقيه او اي يعني تقسيم اخر في على المستوى العشائري او على المستوى القبائلي نستطيع أن نصل إلى إلى نقطة جيدة أننا سودانيون دون النظر إلى أفريقانيتنا أو إلى عربيتنا التي يعني ينتمي إليها بعض السكان السودان ولكن على المستوى الاقتصادي على المستوى العادات والتقاليد على مستوى الأشياء كت... يعني كثير من أشياء الممارسة الحياتية صعب ربنا خلق الناس على الاختلاف يعني اختلاف الناس في ألوان وفي أطوال وفي أعمار وفي أحجام وفي أشياء كثيرة لذلك اختلاف الناس في امزجتهم اختلاف السودان في مناطق الجغرافيه في 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 في, في تركيبته السكانيه في في تضاريسه في في مناخه م. في في طرق يعني ممارسه الناس لحياتنا اليوميه لو راعينا دي في هويتنا اي زول باختلافه ده وقبلناه بنكون وصلنا لنقطه مهمه بس فقط في النهايه اننا كلنا نلتف حول حاجه واحده اسمها السودان نعم سودانية. نعم كما هناك خلاف حول مسائل متعلقة ب هويات جزئي جزئية تحاول أن تؤطر الكل بإطارها يعني وأن تصبغ الـ يعني الـ الدولة وسياسة والاقتصاد بصبغتها كذلك هناك صراع متعلق بإدارة التنوع ما بعد الاستعمار هو الصراع الأيديولوجي الذي طرأ يعني, يعني هناك تمترس طوالت السنين فتحوا نظريات يعني حتى على المستوى اللي جات منه حصل لها نوع من انواع التجاوز صحيح اما ان تكون شيوعيا اما ان تكون اسلاميا يا ماركسي يا شيوعي يا اسلامي هذه هذه الثنائيه هي 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 بالمناسبه واحده من من اسباب الازمه في السياسه السودانيه وفي المجتمع السوداني او في المدارس الايديولوجيه في السودان بصوره عامه في في السياسه اما ان تكون يساريا واما ان تكون اسلاميا، اما ان تكون حزب أمة او او تكون اتحاد ديمقراطي، هذه الثنائيه افقدت كثير من السياسيين القدره على ان يبدعوا خارج اطار هذه المجموعات او هذه الاحزاب الموجوده في الساحه، في الاطار في اطار المدارس السياسيه المدارس الايديولوجيه ان صح التعبير، اما ان تكون تدعو الى 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 عروبه او ان تدعو الى افرقه. الذي يوجد في الوسط من يدعون إلى إلى, الى 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 جدليه الغابه والصحراء هؤلاء لا يجدون من يستمع لهم. بالمناسبه بالمناسبه المدرسه التي تتحدث عن الغابه والصحراء او الافرو عروبيه في المجتمع السوداني اليوم اصبحت شبه غير موجوده، لانك اذا ما اردت ان توصل رساله الى الطرف الاخر لابد ان تتمترس عند افكار يقبل فيها الطرف الاخر، والان السودان مقسوم الى الى الى, إلى فكرتين. إما مسلم وإما غير مسلم. إما عربي يا إما إفريقي. لا توجد هذه التي تحدث عنها زميلي حول السودنه. بالمناسبه العربيه العروبه لا تجمع كل مكونات المجتمع السوداني. والأفرغه في نفس الوقت لا تجمع كل مكونات المجتمع السوداني. الدين في نفس وقته لا يجمع كل مكونات المجتمع السوداني حتى نحن اللي 97% من مكونات المجتمع السوداني الذين ندين بالدين الاسلامي، هناك من ينظرون ان ان ادخال الدين في الدوله غير مقبول، وينادون بنظريه اخرى هي العلمانيه في المجتمع السوداني. نعم. الذين ينادون بالافريقيه ايضا هذه لا تجمع وهذه لا تجمع، ما يجمعنا هو انتماؤنا لهذه الرقعه الجغرافيه التي تسمى السودان. لكن كما يقال البقنع الطرفين الموجودين في الساحه من بانه لابد ان نجتمع على رؤيه واحدة هي اننا كسودانيين هل هذه النخبة اصلا قعدت في تاريخها؟ بمعنى انه هل انشغلت بالامور الاجرائية اكثر من انها هي قعدت وضعت اطر نظرية او حتى نقاش يعني واسع أه يعني هل حصل هذا في تاريخ السودان؟ النخبة السياسية من 56 كانت تستعمل هذا الكرت في سبيل المكاسب السياسيه بالمناسبه يعني ده بعض أغاليم السودان كانت منتميه لحزب محدد والبعض الاخر كان منتميه لحزب محدد والبعض يبحث له عن اقليم ليكون هو قائد فيه يعني الاستخدام السياسي لقضيه الهويه هي التي قادت إلى, إلى 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 كل الصراعات التي شهدها السودان من خمسة وخمسين إلى تمرد أنانيا ون في جنوب السودان إلى الصراع في دارفور إلى الصراع في جنوب كردفان إلى الصراع في النيل الأزرق يبحث السياسيين عامة عن وسيلة لأن تجمع الناس حولك والهوية والقبيلة هي أسهل طريقة ممكن أن تحشد فيها الناس فيما تريد أن تحققه نعم المكون الثقافي استاذ الحسيني إيه؟ للسودان هو مكون ثقافي متعدد على مستوى يعني على مستوى حتى على مستويات قد يعتبرها البعض مستويات تجريديه حتى على مستوى يعني طرق كسب العيش تختلف طرق يعني المرح طرق الغناء الثقافه اللبس الحديث القصص التاريخ كلها تختلف لكن يعني لنصنع من هذا المكون وحدة وطنية ما الأمور التي نحتاجها يعني متعلق بالإعلام التربية هل تم قصور في هذه المسائل أيضا؟ نعم بكل تأكيد هنا يأتي دور الشركاء الفعليون والحقيقيون الإعلام على رأسهم بعد ذلك النخب المطلعة والمستنيرة في في تقريب هذه الاشياء وعكسها يعني الان من منا لم أو, او لن يطرب لسيد دوشكا في شرق السودان من منا لم يعجبه إيقاع الطنبور في شمال السودان من منا يعني لا يتمايل طربا مع ايقاع الكلش والكرن في جنوب النيل الازرق وجنوب كردفان يعني هي قد تمثل فئه معينه ولكن تعجب كل اهل السودان فقط نحتاج الى يعني نشر مثل هذه الثقافات وهذه الممارسات الفنيه، نعم يستخدمها المحليون في في اشياء بسيطه، يعني مثلا ايقاع الكلش والكيرنغ في النيل الازرق او في في جنوب كردفان، يستخدمه الناس في ايام الحصاد، في احتفالاتهم، في مناسباتهم، في في كذا، لكن بقيه السودانيين ينظرون الى 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 هذه الاشياء الفنيه باعتبارها فن. جميل يعجب هذا وقد لا يستحسنه الاخر ولكن في النهايه جميعها اذا يعني سخرنا لها مراكز البحوث عمل الاعلام على عكسها حتى يرى الكل نفسه من خلال جدليه الهامش والمركز التي اشار اليها الدكتور نستطيع من خلال هذه الاشياء والممارسات الفنيه لايجاد هويه سودانيه قادرة جدا أن تقدم السودان بشكل الجميل يعني يتحدث بعض المختصين والخبراء بأن الآن هنالك مشاركات فنية لتعريف السودان في الخارج ولكن في إطار ضيق جدا يذهب نعم. يعني أحدهم ليمثل السودان وأنه يمثل رقعة جغرافية صغيرة جدا فهذه أيضا واحدة من مشكلات التعريف بالمكون الثقافي والإبداعي في السودان <applause> نتمنى ان يتشارك المعنيين بالامر يعني حتى نصل الى فائده هذه الاشياء سلم يعني مجتمعات استطاعت كثير من المجتمعات استطاعت ان تحول الثقافة المحليه الى شيء يعني جلوبال ممكن نقول <applause> من خلال دعم هذه المكونات الجزئيه لتحولها يعني بعضها تجاوز عكس صورته المحليه الى تحويلها الى عبر عمليه أنسنة الى صوره عالميه الى التدخل في تاريخ الاخر كامريكا من خلال السينما تدخل في تاريخ صحيح. دول اخرى من خلال صحيح. عكس صوره تراها هي حول هذا التاريخ من خلال السينما على سبيل المثال يعني ما الذي ينقصنا القضيه تحتاج الى اعلام فاعل في المقام الاول في سبيل انك تطور او أو تحسن الصورة أو تنشر الصورة التي تريد أن تقدمها إلى الآخر بشكله الصحيح، تحتاج إلى أن يكون هناك إجماع حول حول أن هذه الثقافات جميعها هي ممثل طبيعي للمجتمع السوداني، يعني ثقافة أي ثقافة موجودة في السودان هي تمثل أهل السودان بصورة كاملة، وليست ثقافة قبيلة محددة أو ثقافة إثنية محددة أو ثقافة هوية محددة. الإعلام، المناهج التعليمية التي التي تقدم إلى الآخر والتي تقدم وتملك إلى الشخص الى الـ الى الـ الى 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 الشخص الاخر انا اذكر في في احدى زياراتنا لمعسكرات اللاجئين تحدثنا عن عن برنامج او عن كتاب يلون فيه كل شخصيات السودان الموجوده من مهيره من اجل ان يعلم الطفل الموجود في داخل هذا المعسكر ان انتمائه يتحد يتعدى حدود باب المعسكر او يتعدى حدود الاقليم الذي هو موجود فيه لكل بقاع السودان انت لابد ان تملك الاطفال ان السودان هذا ليس فقط هو رقعة جغرافيه محدده محصوره بحدود الولايه الفلانيه او الإغليمة الفلاني بل بالعكس يتعداها بصوره بصوره كامله، الحديث عن الثقافه ايضا نحن الان ممكن نختلف في 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 اشياء كثيره لكن نجتمع على أن الاعلام والفن بالنسبه لنا واحد. يعني المواطن السوداني الموجود في أقاسي أقاسي يستمع لما يستمع له هو الموجود في في السودان فتسخير الاعلام ممكن ان يقدم او ان يسهم بصوره كبيره في حلحلة كثير من الاشكاليات نعم في ما يعني الادوات التي من خلالها يمكن ان تجعلنا نتجاوز هذه الاطر يعني القديمه يعني هذه النظريات التي ما استطاعت ان وجدت حتى نظريات ان تتجاوز نعم. المسائل المتعلقه باداره التنوع والاختلاف في السودان يعني ما الذي نحن بحاجه اليه لادخاله في مجال التربيه ما الذي نحن بحاجه اليه لادخاله في الاعلام ما الذي نحن بحاجه اليه في تطوير يعني مكوننا الثقافي الخاص فيما يتعلق بموضوع في الاعلام نحن محتاجين الى ان الى ان يرى الجميع نفسهم في نفسه في في هذه الشاشه <applause> هذا يخلق لك نوع من انتماء للمركز، انت في نهايه المطاف القضيه مبنيه مبنيه على شيء واحد مبنيه على جدليه المركز والهامش، <applause> بما يعني انه ال 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 الذي يتقوقع تحت اطار قبيله او هويه محدده يبحث له عن عن شيء يمثله في هذه الصوره، بما يعني انه لم يجد له تمثيلا لو في المركز هذه هذه ممكن أن تحل عن طريق إعلام يقدم كل ألوان الطيف للمجتمع لل السوداني بصورة كاملة أنا اليوم وأعلم أن كثيرين من مكونات المجتمع السوداني لا يعلمون عن جبال النوبة شيء لا يعلمون عن النيل الأزرق شيء لا يعلمون عن ثقافة أو عن كثير مما يُقدم في 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 جبال النوبة لابد أن نحاول أن ننوع النظرة من النظرة ال ال أسميها النظرة العربية إن صح التعبير أو نظرة المدرسة العربية هذه لنظرة شاملة تتعدى إطار الأفرقة وتتعدى إطار العروبة لنظرة تجمع كل مكونات المجتمع السوداني، بالمناسبة الأمريكان في فترة من الفترات كانوا يعانون من نفس الأزمة، اليوم هم لهم 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 إدارة إدارة مختصة تتابع عمل الإعلام الأمريكي من أجل أن يرى كل مكونات المجتمع الأمريكي أنفسهم في الشاشة انت الليلة لما لما تشاهد لك فيلم او برنامج تجد الاسيوي تجد الجاي القادم من افريقيا تجد غيره تشعر بان هذه الكاميرا او هذه الشاشه تمثل تمثل مكوناتك بهذه الصوره تخرج من اطار القبليه لاطار اخر هو الاطار الاوسع وهو اطار اطار الوطنيه فيما يتعلق بالمناهج التعليميه نحن محتاجين الى اعاده صياغه التاريخ السوداني بصوره كامله التاريخ الذي كتب او تاريخ السودان الذي كتبه مكش بيك انا اعتقد انه فيه كثير من الاجحاف مم. لكل مكونات المجتمع السوداني الاخرى من الذي يعلم اكثر من علي عبد اللطيف يعني في في من من ابطال باقي مكونات المجتمع السوداني لا نعلم شيئا نعلم فقط ان تاريخ السودان قد كتب وهذه بالمناسبه انا انا لا اريد ان ادخل في جدال مع من ساقوا التاريخ لكن الذي يقرأ تاريخ مكيش بيكا للسودان يعلم مهم. أنه قد كتب بقلم أريد منه أن يرسل رسائل محددة أن السودان له توجهات محددة توجهات عربية بحتة وهذا بالمناسبة هو الذي قاد كثيرين إلى أن يطالبوا بكتابة أو بإعادة صياغة التاريخ السوداني بصورة كاملة من أجل أن نرى الجميع نرى, نرى كل مكونات المجتمع السوداني فيه قد تكون هذه المشكلة متعلقة برؤى قبلية وقد تكون متعلقة بالمناهج لكن هي على أي حال قد تحتاج إلى مناهج تضعنا أكثر موضوعية يمكن أن نقول يعني تقينا قراءة التاريخ من منظور, من منظور واحد من منظور, أيوة من منظور واحد, من منظور واحد ومحدد لكن الى اي مدى يعني قصور يعني الانعكاس الاعلامي للقضايا متعلقه بمجتمعات بعيده عن المركز لديها تنوع الثقافي والاجتماعي وسبل العيش مختلفه او قد تكون ايضا لديها معاناه ما مختلفه يعني لا يعزز هذا القصور من يعني من تنامي يعني نبره الانفصال والعنصريه ويعني يعزز رؤيه الانفصاليين يعني في اي مكان قد يكون هناك رؤى انفصاليه ولو محدوده نعم يعني قبيل ان نتحدث عن دور الاعلام يعني دعني اعود قليلا لما تحدثت عنه برفقه يعني الدكتور هي مساله كيف نعزز هذا التنوع في هذه الجزئيه نحتاج ل يعني دعني استلف مفرده يقولها الاقتصاديون هي الميزه النسبيه يعني كل منا في منطقته في ولايته في رقعته الجغرافيه لو يعني استغل ميزته النسبيه وعرف بها الاخر وقبلها الاخر نستطيع ان نصل الى رؤيه سواء كان على مستوى التاريخ الحديث او على مستوى الهويه او حتى على مستوى النهوض بالاقتصاديات فيما يلي دور الاعلام صراحه الاعلام السوداني حتى الان يعني وانا يعني جزء منه اقدر اقول انه الاعلام ما حتى الان ما بيلعب 1% من دوره الطبيعي والطليعي، يعني تحدث قبل قليل الدكتور عن كيف السينما الامريكيه تتحدث عن نفسها وعن الاخرين بالرؤيه التي تريدها هي. فيجب ان نتحدث عن انفسنا بالطريقه التي يعني يجب ان يعني او نريد ان ينظر الينا الاخر بها. كيف رايت الناس يحتفون ببعض النماذج في سواء كانت في دول الخليج او في غيرها في مستويات الصدق والامانه، يعني نندهش عندما يتحدث الاخر عنا، لماذا لا نتحدث عن انفسنا؟ يعني نعرف بتنوعنا الجغرافي، تنوعنا الثقافي، الاثني، كل هذه الاشياء يجب يعني ان يسلط عليها الأضو سواء كان بمستوى او على مستوى نظريه الميزه النسبيه لكل منطقه او حتى على مستوى المركز، نعم. لابد ان تكون هنالك رؤيه جديده للاعلام بكل مستوياته، الاعلام الحديث على مستوى الميديا المرئي المقروء المسموع او حتى على مستوى الـ كتاب الـ 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 يعني الـ الكتاب يعني الكتاب والرواة نعم. يجب ان يعني نكتب عن سودان جديد او نعرف بسودان جديد، يعني نعم. كيف درسنا سابقا في يعني الخرطوم في 1885 <تضعنا في المدارس> يعني درسونا في المدارس بان الخرطوم سقطت في عام 1885 يعني من الذي كتب هذا يا دكتور نعم <تضعي>. <صحيح> نعم الطبيعه الحاليه هذه اخطاء يعني لدرجة التي جعلتها تتشكل في يعني العقل اللاواعي يعني صحيح يمكن زول حتى كلمه استعمار نفسها هي كلمه ايجابيه يعني انا طبعا ازيد اعلق على حديث زميلي اعاده كتابه تاريخ السودان بصوره تكون صحيحه يقودك الى الى نقطه مهمه جدا هي نفس الجدليه التي كنا نتحدث عنها جدليه المدارس السياسيه المدرسه العروبيه والمدرسه الأفريق الافريقيه اذا لم يتراضى السودانيين حول الهويه بصوره كامله ويخلقوا مشروع وطني سوف تستمر هذه القضيه الى امد يعني إلى إلى إلى, الى 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 مستقبل بصوره كبيره جدا نعم استاذ عبد الناصر سلم شكرا جزيلا مشكورين لكم التحيه الباحث في اداره الازمات شكرا. لكم التحيه والتقدير وزميل الاعلامي محمد الحسيني شكرا جزيلا لكم انا وتغفر. شاكر ومقدر شكرا جزيلا شكرا جزيلا اذا نحن بحاجه الى مزيد من التواصل ومزيد من ثقافه الاعتراف شكرا لكم مشكورين مشكورين كما اشكركم ايضا مشاهدينا الكرام حتى الملتقى في امان الله مرحبا بكم مشاهدينا الكرام المعرفة موزعة بين العقول والحصول عليها مأثرة الإنسان المبدع في هذه الحلقة نتناول قضية مهمة جدا السودان ما بعد الاستقلال إدارة التنوع والاختلاف رحبوا معي بالأساتذة الكرام الأستاذ محمد الحسين الإعلامي مرحبا بك أستاذ الحسيني مرحبا بك أستاذ جهاد ومرحبا بكل متابعي هذه الشاشة الواسعة الانتشار سوداني 24 تحية عبرك لكل مشاهدي هذه الشاشة وعبركم يعني دعوني احيي هذا المواطن الجميل ودعني ايضا اردد مع الدسوقي الناس في وطني شوق يهدهدهم كما يهز نسيم قامة القصب والجار يعشق للجيران من سبب وقد يحبهم جدا بلا سبب والناس اروع ما فيهم بساطتهم ولكن معدنهم اغلى من الذهب مرحبا بك نعم مرحبا بك ورحبوا ايضا معي بالاستاذ الدكتور عبد الناصر سلم باحث في اداره الازمات مرحبا بك استاذ م. عبد الناصر مرحبا بك وشكرا على كريم الاستضافه لكم تحية موصوله عن طريقكم لكل ابناء الشعب السوداني وكل مشاهدي برنامج افاق مفتوحه نعم آه لكم التحيه ونتشرف بحضورنا يعني حضوركم معنا داخل هذا الاستوديو آه ابتداء استاذ عبد الناصر الناس دائما بتبدا بالمخت... بالاختلاف نعم. تبدا بالاختلاف حتى في تاريخنا المشترك الاسلامي وغيره بدا الناس بكتابه الاختلاف في بين الطوائف، كتب الناس الفرق بين الفرق. لكن لو نبدا ما المشتركات؟ نعم. في, هذا في 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 سياقنا السوداني ومن ثم ناتي الى تفكيك المشكلات التي ادت الى الازمات حقيقه السودان كرقعة جغرافيه له امتداد عربي وامتداد افريقي م. هذا هو الذي خلق كثير من من الازمات في تاريخه المدارس السياسيه التي بدات ما بين عروبه وبين أفرقة هي التي قادت السودان الى نوع من انواع الصراع ان صح التعبير حول الهويه حول مم. نوع الهويه وشكل الهويه نحن في السودان نجتمع على اللغه العربيه نحن نتحدثها في الشمال في الشرق في الغرب حتى في جنوب السودان قبل الانفصال باقي باقي هذه المكونات نختلف فيها يعني الاختلاف في الدين او قضيه الدين هناك خلاف كبير في, في في المجتمع السوداني حولها قضيه العادات والتقاليد وقضيه الانتماء بالمناسبه انا اعتقد ان النقطه الاساسيه التي تخلق نوع من انواع التجانس ان صح التعبير في ظل آه هذا الوضع الذي نراه هو اللغة العربية التي اصبحت هي اللغة التي يتحدثها كل مكونات المجتمع السوداني برغم اختلاف العادات وبرغم اختلاف التقاليد وبرغم اختلاف الاديان. مم. انت اليوم تجد في اقصى جبال آه النوبه من يتحدث اللغة العربية. نفس اللغة التي يتحدثها في الشمال مع اختلاف اللكنة طبعا نعم. تجد ابن الغرب ابن الوسط ابن الشرق. اللغة العربية شيء جامع لكل مكونات المجتمع السوداني وهي شيء مشترك انا اعتقد انه لا خلاف حوله. نحن نختلف حول كثير من باقي الامور وتختلف المدارس م. السياسيه لكن الجامعة الاساسي هو اللغه العربيه بصوره كبيره العادات بصوره اخرى او التواصل الذي نعم. اصبح موجود كمكون تشترك فيه الكثير من المكونات الاجتماعيه في السودان استاذ نعم. محمد الحسيني نعم. يعني امتداد لحديث الدكتور عبد الناصر هو بكل تاكيد اللغه ليست وحدها التي يعني تجمع ما بين مكونات المواطن السوداني او الشعب السوداني، يمكن هناك يمكن يعني نتكلم عن الدين هو ما بنسبه 100% لكن بنسبه اكثر من 90% ايضا واحده من الاشياء التي يعني تربط او يتشابه فيها كثير من افراد الشعب السوداني اضف الى ذلك يعني رغم تعدد المناطق تعدد المناخات تعدد حاجات كثيره لكن في مشتركات في بعض العادات في بعض التقاليد في بعض الطقوس في ممارسه الحياه اليوميه يعني لو اخذنا ممكن في حياتنا اليوميه في الزواج في التواصل الاجتماعي في اشياء كثيره بتلقى مجتمعات مختلفه متباعده ولكن تتشابه في بعض الم الممارسات الحياتيه واليوميه، كل هذه الاشياء لو استغلت الاستغلال الامثل، ووظفت التوظيف الجيد كلها يعني تمثل مشتركات تساهم في تكوين الهويه السودانيه ووحده الوجدان السوداني. احنا حنجي يعني م. لاحقا لمساله التوظيف، كيف م. يمكن ان نوظف ايجابيات م. التنوع ومن ثم لا نقع في ذلل التشظي يعني م. والاخطاء التي حدثت في التاريخ، لكن لو نرجع يعني بالزمن م. هل كان الارث الاستعماري سببا في الكثير من المشكلات التي تفجرت لاحقا فيما يخص السياسه والاقتصاد والاجتماع وعلى وجه الخصوص مساله التنوع وجد تنوع ومن ثم يعني بعض يتحدث ان معظم المشكلات المتعلقه باداره التنوع والازمات والحروب الاهليه ومن ثم القبليه لها علاقه بالجذر الاستعماري لا اعتقد ذلك ان المستعمر قد خلق ازمه بين الشمال والجنوب في في الماضي فيما عرف بمنطقه بقضيه المناطق المقفله لكن الصراع الذي نشهده اليوم هنا او صراع الهويه الذي موجود في شمال السودان كرقعه جغرافيه هو هو نتيجه صراعات واستخدام من بعض السياسيين لهذه القضيه وعدم تجانس بالمناسبه الرقعه الجغرافيه السودانيه كبيره جدا نعم. يعني انت اليوم عندما عندما عند انت اليوم عندما تريد ان 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 تخلق ترابطا او تراح او تواصلا ما بين المركز والاقاليم هذه قضيه تحتاج الى ان تكون ان يكون هناك تطور في كثير من من البنيات التحتيه م. يعني لا اعتقد ان للمستعمر دور كبير بل هي بصنعه ايدينا نعم نعم, نعم. بكل تأكيد اختلف مع دكتور عبد الناصر. المستعمر يعني ساهم بنسبة كبيرة جدا في في خلق بعض الفوارق أو بعض المشكلات. إذا يعني هو تحدث عن منطقة المناطق المكفولة في النيل الأزرق أو في جنوب كردفان، يعني واحدة من من زرايع المستعمر، لكن المستعمر عمل على يعني إيجاد بعض المفارغات في بعض الأشياء التي يختلف فيها أو تختلف فيها مكونات الشعب السوداني، يعني دعني آخذ نموذج آخر لممارسات المستعمر لا أود أن أربط السياسي بما أتحدث عنه ولكن الآن تدور أزمة في 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 اقليم كشمير ما بين الهند وباكستان نعم. واحده من 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 افرازات المستعمر كذلك هنا في السودان بالاضافه للحدود الجغرافيه السياسيه كانت هنالك بعض الاشياء التي عمل المستعمر من خلالها لايجاد بعض المفارقات في ال او ايجاد او صنع بعض الخلافات بين مكونات الشعب السوداني المستعمر ساهم بنسبه كبيره جدا في الازمات التي نعيشها نحن الان نعم نعم استاذ سلم انا اختلف مع زميلي <تصفيق> <تصفيق> نحن استغلينا في سته <applause> وخمسين <56. تصفيق> جميع الازمات التي واجهها السودان واجهها بعد 56 عندما كانت الدوله مستغله بصوره كامله نحن نتحدث عن 56 الى 89 او الى الان جميع الازمات السياسيه قضيه دارفور لم يكن للمستعمر دخل فيها ولكن كانت بسبب تراكمات سياسيه وثقافيه واقصاء لمكون من مكونات المجتمع السوداني قضيه النيل الازرق قضيه كرد كردفان لم يكن للمستعمر دخل فيها يعني الصراع قد جاء قبل فترة وجيزة جدا في جنوب كردفان يعني ونيل قد ونيل بعض أنه هو دي التجليات يعني هذه هي نتائج لكن الجذور التي خلقت هذه البؤرة وخلقت هذه المسألة لها علاقة بي 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 بنظرية التنمية في البداية التي طبقها المستعمر وكذلك قوانين يعني التفرقة العنصرية من خلال المناطق المقفوله نعم. ومن ثم لاحقا تنامت هذه المشاكل نعم لكن ليس للمستعمرات كبيره فيما فيما, فيما نعانيه اليوم، اعتقد انه نتيجه صراع سياسي حصل يعني ال 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 الذي يقرا الوضع في دارفور وفي مناطق النزاع يعلم انه لم تتدخل، نحن, نحن نتحدث عن 2004 يا اخواننا، لا نتحدث عن 55 يعني المستعمر قد أسس لأزمة بين الشمال والجنوب في السابق هذا شيء لا يختلف عليه إثنين <applause> كل الذي يقرأ تاريخ السودان يعلم أن المستعمر قد أسس لانفصال في مرحلة قادمة لجنوب السودان لكن الصراع الذي أدى في جنوب كردفان وفي النيل الأزرق وفي دارفور هو بسبب يعني أخطاء تاريخية ارتكبتها القوى السياسية على امتداد تاريخ السودان منذ 56 <applause> ما يحصل في دارفور اليوم القضية نعم لها, قضية لها بعد أو تلبس عباءة أنها قضية تنمية ولكن هناك غبن هذا الغبن مبني أن هناك فئة من مكونات المجتمع لم تجد روحها في هذه الصورة إن صح التعبير الكبيرة وقادها ذلك إلى أن تنزوي إلى القبيلة تنزوي إلى الإقليم وتنزوي إلى إثنيتها أو إلى هويتها التي تعتقد أنها هوية لتحقيق مخالف مخالفة للهوية نعم الأخرى من أجل تحقيق أهداف سياسية نعم, نعم نعم أو يعني من أجل مطالب مشروعة مشروعة نعم لكن بدايات تشكل المشروع الوطني خلاص ما مشى الاستعمار نعم هل انتبهت القوى الوطنية والنخبة والأحزاب اللي يعني خلاص يعني دار تمسك المشروع الوطني وتبني مشروع وطني سوداني انتبهت يعني لهذه الازمه في بداياتها ام كما يقول البعض انهم كانوا مجرد اداريين يعني حقيقه القوى السياسيه منذ الاستغلال لم تستطع ان تخلق او ان تجد اجابات لهذه الاسئله نعم. وهذا الذي ادى انه حتى قبل الاستغلال في 55 مؤتمر القضايا المصيريه في جوبا عندما تحدث الجنوبيين عن الـ 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 الانضمام, الانضمام مم. الى مم. الشمال او الانضمام الى البعد الافريقي او البعد العربي مم. كان كان رأيهم أن ينضموا إلى البعد العربي ولكن يحافظوا على هويتهم هذه بصورة كاملة. جاء الاستغلال حصلت عملية السودنة وحصل اسقاط إن صح التعبير لكثير من مكونات المجتمع السوداني وجاءت المدرسة التي أنا اسميها المدرسة العربية إن صح التعبير أو مم. مدرسة العروبة. جاءت نتيجة تولي قيادات من قبائل عربية زمام الأمور في السودان. أصبح السودان الآن يعني المدرسة العربية تنظر أن السودان جميعه عربي صرف. غاد هذه المكونات المجتمع الغير عربيه الى ان تبحث لها عن وعاء اخر يجمعها، هذا الذي قاد الى 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 التمرد في جنوب كردفان وفي دارفور وفي النيل الازرق إلى مدارس بالمناسبه المدارس المدارس مدارس السودنه بالمناسبة اخرى في مزاد بالمناسبه الصراع جاء بسبب هذه المدارس الفكريه التي انا اليوم اتحدث عنها، المدرسه العربيه التي اقصى الاخر والمدرسه الافريقيه التي سعت لاقصاء الطرف الاخر يعني الذين يتحدثون عن مدرسه في الوسط يسمونها الغابه والصحراء تجمع ما بين المكون العربي وما بين المكون الافريقي هؤلاء هم الذين ينظرون الى السودان نظره شامله لا تقصي احد او لا تبعد احد من من الساحه السياسيه السودانيه لكن الاخطاء هذه اخطاء سياسيين بصوره كامله هل هذه الاخطاء متعلقه استاذ الحسيني يعني بمسائل سياسيه واقتصاديه مسائل متعلقه بنظريه العداله الاجتماعيه متعلقه بالتنميه غير المتوازنه نعم هو بكل تاكيد يعني ده بيرجعنا مره ثانيه للحديث عن دور المستعمر في ايجاد بعض المشكلات بين مكونات الشعب السوداني م. يعني من خلال سياسه فرق تسد يعني عمل على تقريب البعض واقصاء الاخر عمل ايضا كذلك على ايجاد مشكله بعيده المدى تظهر عواقبها يعني لاحقا وهذا ما يعني وقع فيه السياسيون بعد من خلال بعض المشكلات التي تحدث عنها الدكتور في يعني الحديث والجدليه الدائره ما بين الافرقانيه والعربيه لا. ولكن يعني كان انتبه هؤلاء السياسيون الذين تعاقبوا على إدارة البلاد لهذه المشكلات لتجنبنا كثير من ما نعاني منه الآن ولكن اقتصاديا كما أشرت يعني حديثك عن الدور الاقتصادي والدور الاجتماعي في أيوة والتنمية غير المتوازنة يعني هي واحدة من المشكلات بكل تأكيد المشكلات السياسية لكن برضو نتائج طبيعي للامتداد المشكلات اللي صنع المصاعد من خلال فريق تصوت هذا نعم. لا يعني السياسين ولكن هذه مشكلة قد تولدت قبل ستة من خلال سياسة طويلة نعم م. سلم التنمية غير المتوازنة ودورها في تفاقم يعني المشاكل الاجتماعية ومسائل التهميش. ومن ثم جاءت نظريات مثل الهامش والمركز يعني واخذت ابعاد مختلفه يعني ككره الثلج اخذت تتنامى وتكبر من مسائل اقتصاديه وعداله اجتماعيه وتنميه غير متوازنه الى مسائل عنصريه الى حروب الى الى, إلى. في كل في كل مجتمع تتعدد فيه الـ 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 الثقافات وتكون فيه التنميه غير متوازنه الـ الـ يحصل فيه اضطراب هذا الاضطراب يقودك الى 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 ان تعود إلى, الى 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 المنطقه والى القبيله والى كثير من الـ الـ الاشياء السالبه وتفقدك الانتماء للمركز بالمناسبه يعني قضيه التنميه هي 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 قضيه اساسيه انا اعتقد اليوم اذا ما كانت التنميه متوازنه في كل بقاع السودان ما كنا قد وصلنا في ظل يعني مشكلة الهوية هذه ما كنا قد وصلنا إلى إلى الصراع الذي عانت منه كثير من مناطق السودان. يعني هذا الصراع الذي ألبس لباس التنمية له بعد هوية لأنك اليوم عندما عندما تنظر أن الآخر لا يقدم لك أساسيات الحياة أو الخدمات أو التنمية أو غيرها يقودك إلى أن تبحث عن طرق يعني هل أخرى. هل هل مبرر لأن الخطاب يتحول إلى خطاب هوياتي، خطاب هووي؟ يعني انتماءات وقبيله الى اخره، طبيعي, طبيعي جدا في ظل في ظل في ظل في ظل مجتمع متعدد ومجتمع فيه كثير من الاميه. مه. يعني انت تعود الى الى من يوفر لك الخدمات، من يوفر لك الامن، من يوفر لك سبل الحياه ممكن تكون كريمه، يعني الليله نحن عندما نتحدث عن مناطق النزاع نعلم انه هناك انفصال كامل ما بين المركز وبين هذه المناطق. يعني جنوب كردفان النيل الازرق، دارفور او بعض اقاصي شمال السودان او بعض اقاصي شرق السودان لا توجد فيها دوله. انت تبحث هنا عن دوله تخلقها انت الدوله هي القبيله القبيله معناه انت ذهبت الى هويه محدده لك او اذا لم تجد القبيله تذهب الى 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 حركات مسلحه او الى جهات اخرى من اجل ان توفر لك هذا الشيء فالنقص الذي ياتي من عدم توفر الخدمات يملأ من من وعاء الهويه من وعاء القبليه من وعاء التمرد من وعاء معاداة الدوله من وعاء هذه الافكار التي تكون في داخل الشخص اتجاه المركز مم. نعم استاذ نعم. الحسيني يعني في كثير من الاحيان كان التعدد والتنوع مم. هو بذره نشوء حضارات كبرى جميل. في تاريخ الانسانيه يعني جميل. وفي تاريخ العالم فلماذا هو التنوع والتعدد بالنسبة لنا نغمة وخلق خلق حالة على التردي؟ يعني في بعض المناطق يعني حتى الآن ما زال التنوع يعني شيء جميل جدا يساهم في تكوين الدولة الحضارية، دعني اخذ مشروع الجزيرة نموذجا. يعني هذا المشروع الذي تقاطر اليه كل ابناء الشعب السوداني من كل بقاع السودان. تمازجت ثقافاتهم وعاداتهم وتقاليدهم وبعض ممارساتهم الحياتية، فيعني صنعت هذا الانسان المميز، انسان الجزيرة، بثقافته، بفنه، بابداعه، بتواصله، باجتماعياته. دون غيره من مناطق السودان المختلفه باعتبار ان يعني مشروع الجزيره اصبح بوتقه صهرت كل المكونات المجتمع السوداني فكونت هذه السودانيه الجميله ولكن في 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 بعض المناطق يمكن يكون عدم القبول الاخر التمسك والتوقع نحو القبليه الضيقه الاسره الضيقه ساهم كثير جدا في انه يعني ما ما ننفتح على الاخر ولكن بكل تاكيد ايضا ترامي المساحات السودان وتعدد مناطقه ساهم ايضا في في ايجاد هذه المشكله. نعم هل يعني انطلاقا من كلام الاستاذ الحسيني بمعنى ان مشروع الجزيره كمشروع هو في النهايه مشروع اقتصادي. نعم ادى الى صهر مكونات مختلفه، هل نقدر نقول معناها الاقتصاد هو اكثر اداه فعاله في صهر المجتمعات و قدرته على انه يخلي المجتمعات تتخلى عن كثير من المكونات الاوليه. نعم اكيد الاقتصاد له دور كبير جدا في خلق التسامح الاجتماعي وتغويه الروابط ما بين مكونات المجتمع، يعني مشروع الجزيره بالمناسبه هو نموذج للسودان اولا الاقتصاد فيه اساس للتنميه، ثانيا التسامح الموجود فيه وعدم دخول السياسيين في في هذه الـ 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 البيئه هو الذي اعطاها القدره على ان تستمر في هذا في في, نوع في بمقدار كبير من التسامح ومن الود ما بين مكونات المجتمع السوداني، يعني انا نعم. بعتقد انها بيئه خاليه من من السياسيين، لذلك استمرت بـ 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 بهذا النوع من التسامح ما بين مكونات المجتمع. نعم، نحن ناخذ فاصل ونجي نشوف يعني الادوات الممكن تساهم في في القبول ويعني ان يعني يكون التنوع نعمه بدلا عنه نغبه من الديمقراطيه و يعني المساواه والعداله الاجتماعيه. ناخذ فاصل ونجي راجعين. مشاهدينا الكرام فاصل ونعود خليكم معنا.